اللي يترك الرهبان ويتجوز معناها كسر نادره كراهية، كسر نادره كراهية، ويبقى زواجه حياته في الزواج حياة باطلة أو حياة آثمة، لأنه نادر البتولين. قوانين الكنيسة تقول الراهب الذي يحب أن يتزوج يؤدب ويرجع يعاد إلى ديره. كون أن هو يبقى بروتستانتي هو زي ما يعيش في الزنا باستمرار كراهب ترك الرهبنة، وعاش في الزواج يعتبر زواجه ده زنا لأن هو ندر البتولية فلا يملك أن يتزوج. مرة جاني واحد، لا بلاش جاني دلوقتي خليها على الكلام، واحد ربما كان معتبر من أخصاء أبو المفتى الموضوع اسمه أبونا أكسيوس، وكان أبونا أكسيوس ده سمعت إنه سهل أخبارهم يعني لأنه كان من أخصاء أبو المسألة، بس اتظهر إن هو كان صفته إيه جبار في أول ما اتغيرت سبب الغرب. المهم إن سمعت الحكاية دي وحاولت إن أنا أبعت له حد، ربما هو كان في طنطا ولا حاجة، أبعت له ولا غولة ولا غيره، فما جابش النتيجة معاه. وفي يوم وأنا موجود في إنجلترا، كنت في زيارة في إنجلترا، قالوا لي في واحد طالب اسمه الأستاذ فلان وبين قوسين أبونا أكسيوس المقرب، فجئ قابلني لابس بدلة. فأنا ما سمحتش لنفسي إن أنا أقول له يا أخ ولا يا أستاذ، بقيت اكلمه اقول له يا ابونا برضه وهو لابس البنت. قلت له يا ابونا ان كنت تعبان من ضيق قل لي وانا احولك على اي ضيق اخر. قلت له طيب اذا ما كنتش عايز اي ضيق وانت قسيس ممكن اديك كنيسه تخدم فيك. قال لي لا برضه مش شغل. قلت له طيب لو ما كنتش عايز لأي دير ولا كنيسة أوديك المهدي بس ترجع للربنا. قال لي سيدنا ما تتعبش نفسك، تفضل ربنا يصبعه في دير الدبلة ولا الحمد. طبعا انتهى بالزواج من ورانا الدبلة في صوابه. واللي بيعمل كده بيخسر ثلاث حاجات، بيخسر رهبنته، انه قلع رهبنته وحلع دقنه وخلاص وبقى المانع بالذات، ويخسر كاتولييته لانه بيتزوج، ويخسر ارثوذكسيته لان ما فيش كنيسه ارثوذكسيه هتجوزه فيروح يتجوز بروتستانتي يتجوز اي طائفه. فيبقى الثلاثة دول خسر رهبنته، خسر بطوليته، خسر أرثوذكسيته. بعضهم بيندموا في الآخر حيث لا ينفع لهم.